نرجع لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام وبنرحب بالمحلل السياسي الاستاذ سركيس ابو زيد اهلا وسهلا فيك استاذ اهلا فيك ولا وياك وشكرا للمستمعين والمشاهدين اهلا وسهلا فيك يعني بدايه مع حديث الاسبوع اليوم موضوع اللجان والانتخابات كيف قريت اول شيء هذا المجلس بالشكل قبل ما نفوت بالاداء تبع هذا المجلس ليك اول شيء شيء منيح انه يعني لبنان قدر يعني يعمل انتخابات وهيدي شغله انا برايي انجاز بغض النظر عن كل الملابسات لانه هذا استحقاق تقليد بلبنان لازم نحافظ عليه نعم هلا كمان بنتائجه انا برايي مطلوب من جميع القوى يلي ربحت واللي خسرت ان تقرا هذه الاراده الشعبيه م. يمكن ما قدرت تربح ببعض الاماكن او في ناس يمكن ما قدروا يربحوا او يخسروا بس بدنا تيجي انه في رساله لازم الكل يستفيد منها انه في حاله ضياع في حاله ارباك في حاله تردد في حاله انقسام موجودة على الساحة اللبنانية وهذا اللي بناخذها بعين الاعتبار وهذه انعكست داخل المجلس على أي أساس عم تحكي على نسبة استنادا لنسبة المشاركة واستنادا للناس اللي أول شيء نسبة اللي, اللي شاركوا قليل يعني ايه. المنقطعة كانت كبيرة نعم. اللي حطوا رق بيد كمان كتار عدد اللوائح عدد الكذا اللي كان الواحد مفترض انه لازم يكون في يعني ما يكون في هالعدد الكبير من المرشحين برايي كان بس بالعكس يعني كمان بيعكس هذه التعدديه غنى وهذا وهذا وشكل من اشكال الضياع وغياب المشروع والبرنامج المشترك نعم ثاني شغله يعني هلا كل واحد بصير تعرف اللبناني بصير كل واحد ينسب لحاله انتصارات وهميه بس انه بالنتيجه انا برايي ما في اكترية واضحه نعم في تنوع يعني اول شيء حتى فريق 8 ادار او سمي اللي بدك اياه لانه هلا كمان حتى في البعض ما بيحب التسميه آه. كمان هن مش متفقين مع بعضهم يعني ما فيك تقول الثنائي الشيعي متفق هو التيار الوطني الحر ساعه بيتفقوا ساعه بيختلفوا ساعه كذا ولا فيك تقول اللي كانوا 14 ادار او اللي بقي منهم يعني متفقين متفقين على نفس الخط صحيح اكيد ودل على ذلك الانتخابات نعم. يعني الحزب الاشتراكي هون انتخب الرئيس بري هون ما انتخب هوليك كذا مم. يعني كمان هولي مش متفقين مشان نقول ان الكتله متماسكه و... و... وانتخابات الاخيره اللي صارت يعني انتخاب أمانة السر بينت انه ما في تماسك بترجع انت كمان للشيء اللي بيسموه حالا ثوره ومعارضه ومستقلين وكذا يعني في محلات بتحسن واحد واحد وفي محلات بتحسن كتل صغيره ومحلية بتحس لا مش مش متفقين كمان مع بعضهم م. يعني بالخلاصه بتلاقي انه ما في أكترية ثابته بمعنى عندها برنامج عندها اداره متفقه على خطه مرحليه وخطه استراتيجيه انا برايي هذا مش موجود عند حدا وهذا بيعمل هذه الخلطه هذه الخلطه حلوه كفولكلور بس خطره كقرار ونحن لانه بلبنان عندنا تحديات اقتصاديه اجتماعيه بالداخل وفي تهديد للسلم الاهلي وال... والوحده الوطنيه كذا وعندك استحقاقات خارجيه واقليميه وعندك يعني. تحولات بالاقليم وعلى المستوى العلمي وبتنعكس عليك، اذا ما كان في عندنا حد ادنى من التوافق والاتحاد بين بعضنا انا برايي بحس انه في خطوره طالما عم نعمل قراءه هيك لهديك المرحله بشكل سريع، برايك الناس على اي اساس انتخبت؟ اليوم شو يعني اللي راح انتخب في موجتين في ناس راحت هيك على اي اساس انقسمت الناس وراحت كمان ليك كمان صحيح مش مفروض انه فيه ناس بشكل في ناس راحت صوب التطرف الطائفي وبعكسها انعمل موجه معاكسه لها راحت صوب كل شيء ضد هيدي الاحزاب رده فعل على الاحزاب ليك مش هالقد خليني اقول انه في قسم كبير من من الانتخاب كان هو ضد حدا امم في ناس انتخبت ضد بصراحه وانا بصراحه بقول لك انا مين من الراي اللي بيقول مثل كانه الطوائف يعني كتل متماسكة وكلهم بيفكروا مثل بعضهم وعارف هذا الراي نعم. اذا بتتعمق شوي ببنيه الطوائف وبجماهير الطوائف وبتركيبه الطوائف الان وتاريخيا نعم. دائما منقسمه ومتبينه بلش من الموارنه ومن المسيحيين وصولا الى كل الطوائف الاخرى يعني هذا التنوع موجود بس وقت يصير في عمليه مصلحه بضبوا الصوت مشان حتى يوحدوا كذا نعم. اما فكره وحده الطائفه ومصير الطائفة وكذا بصراحه ما بشوفها مم. بشوف انه في تباينات وخلافات احيانا ب... وصراعات لا هي هو المقصود بتكون احيانا اعنف هو المقصود انه في ناس راح انتخبت عم بحكي بالتعصب الطائفي للاحزاب اللي بتمثل الطوائف يعني مش اليوم حزب الله رجع رجع ضب الشيعه معه بكم حادثه صارت قبل الانتخابات عم بحكي عن سوني اشيا مش بس حزب الله حزب الله وحركه امل عم بحكي عن الاشتراكي كمان قديش اعلن وقديش حكي عن محاوله الغائه من قبل السوريين عم بحكي عن القوات اللبنانيه كمان ببعض مشاكل عم بحكي عن الطيار يلي حكي كمان يعني الوزير جبران بسيل ساعه علماني ساعه هو بي الطائفه يعني اشتغلت هيدي الناس بالمقابل كان في ناس عم تنتخب ضد كل هيدي الاجواء صحيح. هيدا هو بس انه ليك الصراع الحاد ما بين بسيل وجعجع يعني انه مسيحي, مسيحي مش مسيحي مسيحي م. والجمهورين مش اثنين موارنة موارنة حتى مش مسيحية يعني الجو الغالب هو موارنة قح عم بيتقتلوا بعضا للآخر بكل سلاح بكل الطرق على على جمهور واحد منو طائفي هلا أحيانا بصيروا يستعملوا شعارات طائفية انت كل واحد يقول يقول انا انا حاضر كل واحد بينمر على, ح... على حليف عيد. بس ذكرتني بشغله بدي لفتت لي نظري مم. بعت التصريح لايميل ايميل لحود عمل بيان من كم يوم بيذكر فيه انه كان في تطويب لقديسين موارنه ببعبدات اه. طيب هول المسيحيين اللي كانوا عم بيقتلوا بعضهم ونوابهم وزعمائهم ورؤسائهم لك ما كانوا موجودين اه. <applause> وهن <وإني> بيدعوا مددع... <applause> انه انه شيء بضحك خلص خلصت الانتخابات انه لا انه انه, إنه... إنه شغله فيه... فيها فيها صلاه وفيها اذا بدك انه شغله مفخره للموارنة اللي يكونوا عم بيقدموا قديسين وكذا <applause> ما بعرف خلصت إنه ما حدا حضر ما حدا شارك ما حدا كذا بينما اذا كان في مناكة في حزبيه او انتخابيه او نيابيه او كذا بتشوف انه كيف بيحجوا كيف كذا هذا عند هذا عند المسيحيه ليك حتى عند الـ عند هلا <applause> هيدا اكيد يعني مش عم مش عم بالتفصيل، طيب باداء المجلس النيابي الحالي اليوم اكيد تبعت جلسه انتخاب الرئيس بري وتقريبا يعني صار ما في نفعه من الحديث عن كيف امن ال 65، المهم امنا والطيار امنا وحضرتك بعدك عم تقول ما في اكثريه بمطرح معين، يعني في 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 تنوع بقلب خلطه خلطه بقلب المجلس، برايك هيدي الخلطه رح تفوتنا بالحيط ولا رح تكون مسهل للاستحقاقات القادمه وهلا نحن عم نشوف موضوع اللجان انتخاب اللجان ولا انا خايف منها خليني اكون صريح معك خايف من الخلطه ايه لسبب كثير بسيط وشفت انا كل التعليقات والمواكبه اللي صارت على هذا الموضوع نعم ما حبيت كثير التوقف كثير عند الشكليات يعني بتحس انت انه حتى بالاعلام ركزوا كثير انه هذا كيف عمل نكتي وكيف هذا عمل كذا يعني نعم. يعني لك 128 نايب او فيتين اول مره وجلسات طالت لك شو طبيعي بده يصير فيه هرج ومرج وكذا ايه هلا هيدا تعبية هوا يعني ايه, هاي. بس بس هالتعبية بخاف انه نحن عم نكون عم نصير حتى الجمهور بصير مهتم بالشكل وناس المضمون فهمت علي كيف؟ هذا الشكل ما بيطعم خبز انه لك انه عملوا سجل طويل عريض الـ الـ التيار والقوات انه مين معه واحد بالزيد ولا واحد بالناقص طيب انا وياك والعالم ما يتعطل لك شو بتقدم شو بتاخير؟ عملوا لك سجال هني ونبيه بري انه بحق لك وما بحق لك وكذا، انه اخر شيء ما في غيره انه بده يترشح وبده يعمل رئيس، يعني انه ما انت عملت تركيبه موزع على هيك طوائف وعم بتقول انه بده بدو بده رئيس يمثل هذا المركز بده يكون هو قوي بطريقته وكذا، طيب ما, ما عنده غيره بغض النظر قديش انك انت معه ولا ضده، يعني كمان السيستم اللي عندنا والتركيب اللي عندنا بتأدي لهيك نتائج بدون من نيه حدا يعني هذا هذا اللي صاير بس انه طيب البلد لوين رايح؟ م. من هون يمكن ما تاخذني كمان لاني شوي انا من ايام الحرب يعني شوي بعدني بتذكرها كثره الانقسامات وكثره الاصطفافات الطائفيه والمذهبيه بتوصلك لحرب ما بتكون انت حسبها لانه هذا عنصر بشري ما دام ما بس ما بدها عوامل خارجيه مساعده بلا بلا. بلا اكيد بس انت راعي كله موجود بس انك انت شو عامل؟ مهيئ الارضيه الداخليه م. وناطر هلا شو بيكون مصير الخلافات والتجاذبات والتحولات اللي عم بتصير بالمنطقه، م. يعني خليني اسمي لك اياهم باختصار، يعني اذا صار اتفاق ايراني امريكي كيف بده ينعكس على لبنان؟ واذا اختلفوا كيف يمكن بيتحول لبنان الى ساحه؟ ها؟ أه؟ واذا اتفقوا وروسي اوروبي او اوروبي شرق اوسط بخصوص رو النفط رو كمان المباشر ايران والسعوديه سوريا والسعودية مم. طيب أنت لاحظ أنت الإمارات بتصوت آه يعني على الحياد بالأمم المتحدة يعني عملية مش مع أمريكا اللي هي معتبرة مع أمريكا لبنان رغم كل هذا بنعتبره أنه تحت الاحتلال الإيراني وكذا راح صوت مع أمريكا طيب يعني إذا صار شيء بالأقليم سلبي إذا صار توافق او صار اتفاق لحين عكس ايجابا على لبنان مثل كل مره مم. واللبنانيه كلهم اللي بيطرحوا لك شعارات بس رح نعمل تسويه ما رح نجيب حال هي اكيد هيك بكل الحالات ما عندنا حل دائما نحن بلاد تسويات ليه لانه طالما ما عندك وحده وطنيه حقيقيه ما عندك رؤيه مشتركه لتاريخك لحضارتك لولائك لانتمائك لوطنيتك لكذا شو شو منتظرك يعني عم بتكون دائما هي توازنات الداخل والخارج طيب بس هذا هادل... ردا على سؤالك انت نعم. يعني انه الارضيه الداخليه مهيئه لكل انواع الـ الـ الاختلاف طبعا جاهزه ان راسا تطفئ ها أه؟ وهن احيانا بيطفوا يعني امبارح بجلسات انت برايك ما اتفقوا تحت الطاوله على كذا لجنه وكذا واحد بيطفوا أه بس الخوف انه انت مهيئ للانقسام اذا ما صار في تسويه على المستوى الاقليمي والدولي انا بخاف هذا الشيء ينعكس على لبنان ويصير بدل ما نحن نستفيد منه نعم ويصير حرب خليني اقول كلمه حرب ما بحبها ايه؟ لانه انا برايي مواجهات واسعه وكبيره ما في بالعالم لانه ما عاد حدا قادر يضبطها مش لانه ما كذا في في حروب بالواسطه وحتى موازين القوى عم تلغي لك عندي وجهه نظر كمان انا عم بطورها لانه م. لانه انا ربيت بفكره الحرب البارده كنا نشوف العالم لونين يا امريكي يا سوفيتي هذا ما عاد موجود هلا هلا بتحس في تداخل يعني تركيا يلي هي بالاطلسي تشتري سلاح من روسيا السعوديه اللي هي حليف شرس مع الامريكان علاقته جيده مع الصين ومع 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 روسيا طيب. أه؟ ونحن ما بيحق لنا نتجه شرقا لانه بصير انه هذا شيء غرب وكذا بينما ما السعوديه ما نفسها ولا مش من مصلحتنا غير موضوع نحن كمان مش عارفين شو بدنا لا لا انه نحن مش عارفين صحيح. شو بدنا يعني نحن الشرق بصير الواحد يقول لك انه شو بدك تتجه شرق ما هو بنشيدنا الوطني ها أه؟ لبنان درة الشرقين يعني انه بس انه مش عارفين شو بدنا مش انه نحن يعني بينما السعوديه عم بتفكر انه ما تكون هالقد مع امريكا يعني هلا انت ما بتحس انه في صحيح. شوية تباين وتنافس او او عد يعني الدول العربية بين السعودية والخليج تحديدا ومع امريكا يعني بايدن مش هذا كله قطر. من وراء الاتفاق النووي واحد منه انه اذا اتفقوا طيب نحن كل اللي عم بيعيطوا ويصرخوا واللي شو بدهم يعملوا؟ بيصيروا يزقفوا <applause> لا بيصيروا يعني من هون من هون انا برايي خسر لبنان هذا الدور الرائد والمبادر اللي كان يلعبوا تاريخيا وهيدا الشي الخطير. أنه نحن وقت اللي يعني تأسس لبنان وكان عنده رسالة ودور وكذا، كان هو رائد ونموذج ومثال في الداخل وفي الخارج. هلا نحن حالة حالة ضياع. أستاذ سركيس أبو زيد، حضرتك عم بتقول أنت من أيام الحرب من جيل حرب يعني، وواكبت كل المرحلة السابقة. بتاريخ لبنان كان في وصل لبنان لمجلس نيابي بيشبه المجلس الحالي مؤلف من تقليديين حاكمين لفترة من فترة طويلة ويدخل فجأة هيك مجموعة من النواب يلي غيروا بالحياة السياسية ما رأى شي مشهد هيك بتاريخ لبنان سابقا أنا كمان بستغرب ليش هالقضي اللبنانيين بستغربين بأنه هول جديد إنه شو عملوا يعني انه شو جديده يعني. امال كبيره عليهم صراحه على... بلوك... يكسروا شوي من النمطيه اللي كنا عايشين فيها انا مع جيل جديد مم. وانا مع روح جديده وانا مع التغيير هلا بغض النظر في ناس مش بالعمر القصه انه نفس لك شو آه. نفس انه يعني ما انت بتشوف الصين بعدين بالفولكلور يعني هن بعدين ليك انه كان في ظاهره عملها نجاح وكيم كانت اهم من كلهم صحيح فهمت علي كيف كان واحد صح. يعني كان دائما بالمجلس في حدا غير شكل عن عن الموج الـ الـ التقليديه هلا مش حاضرين كلام بذهني بس بعتقد مم. كان في حدا كذا واحد حتى بالمتن ايش اسمه الحكيم مخيبر وكذا أيوة كانوا كان عندن كان عندن مواقف كمان مختلفه وفيتوا بالمضمون وكان عندن اراء وكذا بس انه لحد هلا كمان ليك بخاف وهذا الخوف عندي خاصه على المسيحيين لانهم متعودين على شيء اسمه الاحباط الاحباط من وين بيجي انك قلت انت بتعلق ايميل على احلام معينه وهي ما ارضيه انها تتنفذ يعني ليك هلا عاملين طبلوا زمر ل 16 شخص 16 من اصل 122 شو بدنا نعمله امبارح الفريقين التقليديين ان كان القوات والاشتراكيه او ان كان الثنائي والتيار نعم تناغموا فيما بين على اللو... على اللجان اخذوها وهوليك ما شيء صاروا عيطوا لهم يا حرام اعطوهم شيء محل مشان حتى يكونوا موجودين ك... كهيك زيني يعني هون المسؤولية إنو... عم مين بتوقع؟ بتوقع عليهم هن يلي مش عم يعرفوا يشبكوا تحالفات تيقدروا يوصلوا مش سهل كمان لازم نعطيهم وقت خليني يكون كمان موصف معهم، أنا أول لازم نعطيهم وقت حتى يبلوا، هلا بعدهم مبسوطين إنه فايتين جديد على 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 اللعبة على السياسية على اللعبة السياسية، بس إنه هيدي لعبة تقليدية لها أصولها ولا لعيبها ولا تنغيتها وكذا، هن ما عندهم خبرة فيها انتبهت كيف؟ طب فأنو... ما بدهم يسمعوا كمان من حدا ب... ب... خليني نحكي بالنتائج، بهيدي بنت... ب... الطريقة ما بوصلوا لمحل مثل ما هن اليوم ما بيوصلوا لمحل محل. وهذا الشيء خسارة للبلد لأنه البلد بحاجة إلى تجديد خليني أقول لك أنه نحن إن كان المنظومة السابقة بكل تلويناتها أو آه النظام بحد ذاته بحاجة أنت إلى روح جديدة إلى تجديد إلى إلى كذا هيدي طيب كيف؟ البلد وصل لمحل مسكر إذا ما فوت له دم جديد بالمعنى الفكري بالمعنى العصري بمعنى التركيبة البنيوية اللي بتخليك انك انت تحل مشاكلك الاقتصاديه والاجتماعيه وتبلور وحدتك الوطنيه اكثر مشان حتى تقدر تقطع كل هذا مش برق... مبين يعني حتى فكره البرنامج نعم طيب شو يعني ليك انا رايي فيك ثلاث كلمات ببسط لك اياهم بس تقول ثوره انا بشوف برنامج وتنظيم وقياده وهن ما في ولا وحده منها طيب لك والدليل ود... على بالانتخابات طيب انه في اربع خمس لوائح بكل دائره انتخابيه طيب كيف بدهم يوصلوا؟ طيب اذا هن مش قادرين يطفوا مع بعضهم ولا عندهم برنامج موحد حتى بالانتخابات اللي صارت تعتقد في ناس من قلبهم هن اشتغلوا لمصلحه احزاب السلطه اكيد وبعتذر على التعبير وخردقوا فيهم يعني ممكن ممكن م. طيب فيك تقول لي مثلا انه النايب ميشيل الدويهي م. طيب ترشح جيب اربع اصوات طيب كيف ما عندي 16 ما فهمت يعني هن بين بعض كمان مقسومين يا اخي انا بقول لك انا انا مراقب عم بشوف طلعت النتيجه اربع اصوات 8 13 يعني تركيب اللبنانيه ما سهله وبهذا المعنى مش بس هن يعني ياما مر قوى ضخمه مم. انا عندي دراسه كتبها انه فائض القوه بلبنان مش دائما بيعمل تغيير يعني كان في عندك قوة انت قاتل من فؤاد الشهاب والمكتب الثاني وكذا معرفة. طب بخرج شو عمله وغير من غير بدون مفروض وبينطبق العكس صحيح يعني ساعتها مش لك حتى حزب الله يلي عنده مئة ألف بارودة ايش في عمل بلبنان؟ ما بيقدر يجيب اكترية برأيك قد من مصلحة حزب الله كان إنه ما يجيب اكترية بالمرحلة القادمة؟ نحكى كثير ش... عن ملفات عاطي رأيه مسبقا فيها حزب الله يعني موضوع ان كان موضوع ترسيم الحدود ان كان موضوع الكابيتال كنترول ان كان موضوع او الخطه خطه التعافي ان كان موضوع صندوق النقد هيدول مواضيع كلها حزب الله عطى رايه فيها وكان رايه اذا بدك ما بيناسب المرحله القادمه يعني وقت اللي بيخون كل مين كل مين بيطالب بصندوق النقد اليوم ما في حل من دون صندوق النقد ما فينا اليوم موضوع ترسيم الحدود عم نشوف التخبط اللي عايشين فيه برايك قد من مصلحه حزب الله ما يكون عنده اكترية بهيدي المرحله بالسلطه بس ويبقى عدم وجود بس كمان عدم وجود أكترية معه خطر عليه علي أكثر ليك كمان بوجود السلاح ح... في عليه خطر ايه طبعا 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 ايش يعمل له سلاح؟ شو, شو. بي... بيوقف كل القرارات لك يا صديقي طيب ليك في ناس رفعت شعار احتلال ايران قرار المطار شو عامل ببيروت؟ خل... خلينا وحده وحده ما هي مش ما نخلص الاشي ببعض طيب احتلال ايراني و ألف بارودي وكذا وما قدر يجيب اصوات بس عم بقول لك انه يمكن حتى الناس اللي حتى الناس راحت على الانتخابات حتى لك لا ليك ما مصلحته طب الاخرين اللي هن فيتوا بالوحيد طب انت عارف انه في احتلال ايراني وفي 100 الف واحد وما حدا خاف وراح انتخب وجاب اللي بده واللي رفعوا هذه الشعارات خسروا انه يعني معلش يعني ليك خاصه المسيحيين مطلوب منهم ان, ان يعملوا نوع من بيلان مراجعه مثل ما هي اول شيء بدي لها شغله حزب الله ولا مر ما ما قال انه هو ضد الصندوق النقد الدولي هو وقت بلش قال نو نو no, 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 no. نقرا الاشياء مثل ما هي قال مبلا لانه بيعرف انه ما في حل بدون الصندوق بس, هو ما بده حل ما بده تصاريح خونه ما يعني مستعملين ما مستعملين عباره خونه عم لك انا ما شفتها حط ملاحظات حط انه بدنا ندق حط منا كذا م. بس وقت اللي بلشوا بالمفاوضات انا ما عندي مانع بس انه حسنوا شروطكم بدك تشوف انت اللغه العربيه ملتبسه ولبنان لانه قايم على هذا التوافقات نعم. والكذا بدك تشوف كيف بيعملها حزب الله بس يكون محشور ها أه؟ بيترك نبيه بري يحكي بتخبره ليش هلا مش هو انه بده يدافع عن الجنوب وعن السلاح وعن المياه وعن كذا طب اجت الباخره ما تحرك قال انا تحت سقف الدوله ناطر الدوله لا. كمان هيدي انه بك... شو حب... تفسيرها هول... هيدي ال... هول... ما هيدي ما هذا شعب ما هذا هيدا... هذا التنظيم لبناني مثله مثل البقيه مم. ما كمان بيعرف يلعبها <applause> يعني كمان انه ما راح يعمل مغامره مش, مش محسوبه ومش مدروسه يعني مم. بس عمل لها سقف وعمل لغه ملتبسه اه بيقدر يشتغل يشتغل عليها برايك يعني طيب كي... بر البيان اللي عمله هو ورئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يلي هو في اب او في مفاوضات مع الامريكان انه حزب الله ما معه خبره؟ مش سكت عنه؟ الموضوع مش شوي اكبر من انه ما بده يفوت المنطقه بحرب او منه اكيد من تداعيات رده الفعل أكيد. على هذا الموضوع مش اكبر من انه في حكي اسرائيلي ايراني و ضمانات إيرانية لإسرائيل أنه حزب الله ما رح يتحرك بهذا الموضوع وعم بيجربوا يماطلوا بالموضوع واليوم يا هوكشتاين تاع داخل إجريك بالوقت اللي كانوا هن عم بلبطوا بهوكشتاين برأيك هوكشتاين رح يجي هالمرة رح يرد عليهم بقول بده يجي لأحد وطني أكيد إيه؟ هيك أعلن إن نبي بر نعم. انتبهت كيف؟ ليك كمان سؤالك أنا برأيي حساس وكذا إذا كان صحيح هذا الكلام هذا كلام متداول عيل عيل بس هذا معناتها مطلوب من الكون المسيحيه تحديدا انها تفكر فيه انه بيجي واحد بيقول لك انه والله في اتفاق ايراني اسرائيلي امريكي طيب اذا كانوا ثلاثه متطفين احنا شو قاعدين عم نعمل؟ شو عملنا أو ساطنه لك <applause> ما القصه خلصت يعني ريانو بابلو خلصت اللعبه لا في تناقضات من من بسطها نعم. بس انه ما حدا رح يعمل يعني المسيحيين بشكل اساسي بيحبوا المغامرات المجانيه وبينتحروا حزب الله ما رح ينتحر بيعرف يعمل حساباته وبيعرف يوقتها يعني بس انه شاف انه في ضغط طلع نعيم قاسم حكي كلمتين انه نحن بدنا نستعمل القوه بس ناطرين الدوله كذا اخذ وقت طب من تاني مال وزير الدفاع الاسرائيلي أه؟ قال انه نحن ما رح نفوت على الخط نحن ناطرين نحن كذا انه كل تركين مجال ما حدا ما عاد حدا بده يروح على الحرب بتوافق معي انه هذا الملف في خبصه بهذا الملف كلمه خبصه خليني احددها يعني انا امبارح اخترعت يعني اخترعت جمله احلى شو هي؟ ملتبس يعني الموقف الرسمي ملتبس مهذب اكثر إيه؟ إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> مثل شخصيتك تفهمت علي كيف؟ لا وبالدبلوماسيه كمان بيستعملوا نعم بيستعملوا لك إيه؟ الالتباس البناء نعم <applause> يعني اذا بدك بمكان ما ايه الرؤساء الثلاثه عاملين موقف ملتبس مشان حتى ما بدي خوّفك اليوم مين مين بيتحمل مسؤوليه هذا الالتباس نستعمل التعبير الدبلوماسي تبع حضرتك؟ الرؤساء الثلاثه الرؤساء الثلاثه اللي طلعوا بيان في موقف ملتبس مم. في أبطباط باط انه بنمشي بال 23 مش بال 29 ورجعوا طيب تراجعوا مش رجعوا تراجعوا الامريكاني ما أب... ما قدر يقنع الاسرائيلي من يحملوا الرساله للامريكان اللي هن عم يلعبوا دور الوسيط وعلى اساس انه اسرائيل طبعا ما قبلت لانه اسرائيل شايفه انه في ضبابيه بالوضع الاقليمي والدولي شايفه انه في ارباك بالوضع الداخلي اللبناني بدها تحاول تحسن شروطها بالماكسيموم بدون ما توصل انا برايي لحرب واسعه لانه الحرب الشامله بدها تخسرها حكما لانه كمان حزب الله اذا بتحجوا بالزاويه بده بده يقوص طب معقول اليوم شركه عالميه تجاريه يعني نعرف شو تجاريه وقت نقول تجاريه يعني ما بهم الا المصاري والربح اليوم شركه تجاريه مثل شركه المالكه لانرجين باور باعت باخره حقها ما بعرف قد ايه بعتها بعتتها على مطرح يعني مفروض يعني اذا في صفر فاصلة صفر مزبوط. صفر واحد بالمية خطر هيك شركات ما بتفوت بهيك موضوع اليوم ما فينا ننكر انه ما في ضمانات في ضمانات أكيد. أكيد. اليوم هاي الضمانات من مين جاية من اسرائيل اولا بس اسرائيل, إسرائيل أي طرف طرف من... مش قادرة تعمل ضمانات دا... كمان دا... لك كمان عم تلعبها نوع من جص نبض يعني أنا عم هو هو هي مانا كمان عاملة هو شهو يلا هجوم امبارح بيقولوا انه ما فاتت ب... ب... مثلاً على ب... وحرصت ليه. كمان انها تقول اني انا بعد ما بعدني نعم عم عم من بعيد يعني كل واحد عم بي... <applause> طيب بس هذا بالمقابل انا بدي اسالك سؤال هذا هو طيب تخبط. إيه؟ يا صديقي يا زميلي يا حبيبي طيب نسال هالاسئله علينا طيب, طيب. ليش احنا ما بنعمل هيك؟ يا اخي هذا عدو هذا عم بيعمل مصلحته هذا بدري شو يكيس طفله طب نحن شو بدنا؟ طب شو بيمنع انه لبنان كمان يجيب باخره؟ ها أه؟ ويجيب حدا يعمل ونحن كمان نروح نا. نسترزق على نحن جوا مش متفقين ما هي المشكله قال محمد رعد نايم محمد رعد هتا نتفق، هل، هيدا نتفق هلا ما بعرف منين جابوا هال... هالاختراع هيدا انه تعوا بنتفق على شركه بتروح هي بنسميها يعني ضرب كل مؤسسات الدوله ضرب كل طريقه التلزيم بالبلد ضرب كل القوانين انه صار بالاتفاق نحن بنتفق بين بعض لا مش بهالشكل يعني كمان ارحمه يعني اول شيء كان في بدك حكي هو يرحمنا <applause> بدك بدك كان في ما بعرف كانه هيدا المقصود يعني كان في فكره انه يكون في شركه تنقب وهي تقسم بيننا وبين اسرائيل يعني نقسم الانتاج مثل ما كان الموفد الامريكي الوسيط الامريكي كان عم بيطرح هيدي الصيغه فهمت علي كيف هو كمان عم بيلطش على شغله كمان إحنا معنيين انه ندرسها يعني مش كل شيء بيطرحه ونقول له نرفض سلف برايي بدنا نحط بهالمرحله المصلحة الوطنية العليا ونقول تعطي نشوف كيف بدنا نعملها ونأخذ بعين الاعتبار كل هذه التباينات طيب انه لبنان يمكن اذا لقى شركة روسية او شركة صينية او شركة كورية م. او شركة امريكانية عندها مستعدة انها تفوت بهذه المغامرة لانه عندك ثروة طويلة عريضة يعني كمان في الشركات اكيد بدها ضمانات بس كمان في محلات بتحرز المغامرة م. ليه لانه في شيء طائل وفي شيء مش تحت الخطر ها؟ طيب انه هيدي بدها بدنا نطلع نحن انا برايي من هذه الهوبرات اللبنانيه وال... وال... والشو اللي بنعمله كل وعم بحكي عن الكل ها أه؟ انه خلينا نشوف في مصلحه وطنيه لبنان مخروب وهذا الشيء بيهدد وجوده بيهدد حاضره وبيهدد مستقبله طيب قلنا مصلحه انه نستخرج ونطلع لنا قرشين حتى نسكر هالدينات ونرد مصاري الناس ونقدر نرجع نبني بلدنا م. هيدي بدها بدنا نرد مصريات الناس من رقابهم اللي سرقوهم مش نكون نحن موحدين حتى نقدر نعمل ايه ولا ولا الم... هون وما بيسالوا عنا نرقبهم بدنا على عيني بس هيدي بحب انا هيدي العنتريات يعني حلوه بس <applause> بس, بس, بس اذا ما كنا متفقين اذا ما كنت متفق انا وياك ما فينا نعمل شيء اخر شيء بناكل هوا اه وما بيطلع معنا شيء ها أه؟ معناتها بدك انت في مستوى سياسي معين لازم يقعدوا يتفاهموا عليه وانا برايي الحل هو ما الفئات الشعبيه والقوى الحيه بالمجتمع بتتحد مع بعضها بتغير تقدر تغير تقدر تغير بهذا المعنى انا اللي بدي اقول لك ايه انه لا مطلوب انه يكون في قاعده ويمكن تكون بالمجلس يعني الشيء اللي قلته امبارح بولا مش مش غلط انه خي هذا مجلس بيمثل كل الناس وهذه الاراده الشعبيه طيب المواضيع الحساسه طيب حسوها قولوا لنا شو ممكن تعملوا انه هذا الالتباس اللي عم بيبين من الرؤساء الثلاثه طيب اشرحوا لنا اياه إذا كان يعني هذه من فن التفاوض حتى نقدر نربح حتى نكسب. اشرحوا. بفهمها, بفهمها، بس هيدي بده بدي حصّن أنا كمان الموقف الشعبي. يعني أنا بهيدي المرحلة بدنا شوي نطول بيننا على بعض نقوي وحدتنا الوطنية حتى نقدر نحصّل حقوقنا بعدة مستويات وإنه نتفادى الخلافات أو الإنعكاسات اللي ممكن تصير بالمنطقة. وهيدي كمان أنا حذر منها، يعني بمعنى إنه. مش عارفين ليه المنطقة ولا البلاد لما رايحة ما تنسى أنت فجأة جتنا قصة قصة كوريا شو اسمها أوكرانيا أوكرانيا طب ما أوكرانيا. أخرت كل شيء طب على بكره يمكن تبج بمحلتين بالصين بدري وين يعني كمان نحن شو بنعمل؟ هلا مش ملاحظة أنت إنه ما عاد حدا عم بيهتم بلبنان مثل الأول؟ أصلاً كل كل تلاقي المصالح بيصب بمطرح بيمرق بمطرح من المطارح بلبنان يعني حتى روسيا واوكرانيا يعني روسيا واوروبا هي فعليا اليوم موضوع الخلاف على موضوع الغاز بيمرق كمان إيه بس بلبنان بس ليك بس بدي اقول شغله مش حتى يكون انا وياك على فرد موجه نعم ما حدا سالنا عن لبنان صحيح مطلوب انا وياك ويلي مثلنا نحكي مع بعضنا اول شيء نحاول انه نقرب لوجهات النظر نتضامن قد ما بنقدر حتى نقطع هالمرحلة المرحله لانه هذه مرحله صعبه اذا خرب البلد انا وياك من الضرر لا فرنسا ولا امريكا ولا ولا كله هلا بيعملوا مصالحهم برايك رح نروح على طاوله مستديره او يلي هي آه قادرين نطرح آه عليها المشاكل كلها يلي نحن اليوم عم نتخبط فيها برعايه دوليه فرنسيه مصريه حكي. راح نروح عليها هيدي الطاوله برايي كمان اذا نحن كنا سكرت كل الامور واضح انه الفرنسي مع السعودي مع يمكن الايراني وغيرهم عم بيفكروا بمؤتمر دول على طريقه اللي صار باتفاق الطائف او ب بالدوحه او كذا مش حتى يعملوا صيغه لانقاذ الوضع انا اللي عم بقوله قبل ما نروح لهونيك بنقعد نحن مع بعضنا ها يا اخي طب عندنا اتفاق الطائف يعني انا عندي يعني ليك اول شيء انا مع دوله مدنيه للاخر نعم بس هذا هذا يمكن تفكيري استراتيجي بس هلا انا قبلين انه رئيس الجمهوريه يبادر بدعوه كل الاطراف الى تف توحيد تفسير الدستور لانه اذا بتلاحظ كل ما بيعملوا شغله كل بتلاحظ. واحد عنده نظريه كيف كيف تحكم البلد لك حتى بالقضاء هيدي طيب الثغرات هيدي الثغرات مش لازم ينحط لها حد بقى حكمة. ونروح على القليله انا مع بالك انه لقيت شو مبسط بسيط ما هو المؤتمر يمكن يشمل هدول يا ريت ما هي بس انك تقول مؤتمر ما هي المشكله وين؟ انه بس انك تقول انت مؤتمر كان تاسيسي ولا جديد ولا كذا راسا بيقولوا لك بيقوموا عليك اول شيء يلي هن مع اتفاق الطائف أنا بياخذوه مؤتمر تاسيسي انه على اساس رايح تنفض لا مثل كانه لا مثل كانه انت عم تعمل شيء جديد نعم غير اللي موجود انا برايي هلا مش وقتها انا عم بقول يا اخي بشكل عام يا اخي هذا اتفاق الطائف طبقوه وكل النقاط اللي الكل عم بيطرحوها ما موجوده فيه انه في في مطالب بتفيد المسيحيين في شيء بتفيد الاسلام في شيء بتفيد م. هالمنطقه فيها كذا مركزي في طب يحكوا لك باللامركزيه ما هي موجوده باتفاق الطائف طبقوها طبقوها فهمت علي كيف؟ الغاء الطائفيه موجوده مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ يعني طب فيك ت... انه كل هالامور كلها فيك تصيغها برايك برايك قادمين على مرحله تطبيق الطائف؟ لا كأخر. ما في شيء يعني رد... ما هذا انا متامل فيه انه هول الشباب اللي جايين جديد يفوتوا هالروحيه مش مهم انه بيفوت بقرافات ولا بابيون أه؟ مهم انه شو بيقدر يعمل هوليك ما قدروا يعملوه ما عرفوا يعملوه انا بكل صراحه خايف من حديه الانقسامات اللي موجوده انه هلا بالمجلس مش فاضي كتير ل 8 و14 ما كنا نقدر من بعضهم فهمت علي كيف وكل الاحزاب انا برايي فشلت وكل النقابات وكل كذا لك حتى النخب حتى الاعلاميين ما كنا 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 بمأزق بدك حدا اذا هن بيعتبروا حالهم فريق جديد او روحيه جديده ان يروحوا على تجميع القوى على برنامج مش على تبويس الحق إيه انا ضد التسويات والمساومات وهن كمان عم بيقولوها بس انه هلا مش تصفي فولكلور ها أه؟ لا تصير هي مبادره جديه من قوى جديده شابه ما إلها مصلحه تقليديه ولا هي كانت فاتي بهذا الموروث التاريخي حتى تعيب عليها انت هون انت مليش حرب وانت قتلتي انت شلتي انت كذا ما نخلص منه هي ما هي ما ما, ما أنا موجوده بهذا الوحيد يلعبوا دور لجمع ها أه؟ القوى من اجل مصلحه البلد مم. انه هلا يا خي في موضوع في استحقاق بالحدود مشان ثرواتنا طيب هذه بتعنينا كلنا سوا مش مم. بتعنيك ما بتعنينا ها أه؟ انه خلينا على اساسها نتوحد اكثر لانه تظهير هذا التوحيد بخفف لنا من مشاكلنا الداخلية بخلينا نحل كثير من مشاكلنا يلي ما عادت تنطاق وهيدي ما فيك تضبطها يعني مم. كمان الناس بكره بتبج بتاخدك على احداث امنيه انت منك منك بيوردها وبعدين خاض انت بعين الاعتبار عمليه الهجره يلي يلي كمان بطل في حدا بالبلد يعني كل شاب لانه بلد مكربج من هون بدي أسألك, بدي اسالك طبيعي. بدي اسالك من هون في السحاقات متتاليه هلا ورا بعضها يعني موضوع تاخير موضوع اللجان صار واضح انه عم بيأخروا موضوع البت بكل اللجان كرمال ياخروا موضوع الاستشارات النيابيه الملزمه عند رئيس الجمهوريه بموضوع تكليف رئيس حكومه وحدة ورا وحدة يعني رح نقدر نسمي رئيس حكومة يمكن ارجح بؤزيتو نجيب مئاتي برأيك؟ هذا الارجح لحد هلا نعم هلا تحت الطاولة في اسامي تانية بس اليوم كمان لا كان بالمطار عم يعمل جولة تفقدية للاعمال كرمال بدء الموسم السياحي م. يعني كان واضح رده على او لطشته على وزير الطاقة ورئيس وزير الطاقة نعرف اليوم بيمثل اليوم الخلاف العوني ومئاتي. رح يرجع يرجع الرئيس ميقاتي او لانه هلا تمكن عارف حاله انه هو اللي رح يرجع عم بيعلي السقف ليك بصراحه هذا الخلاف وغيره مم. ما بيفيد البلد هن ما بيفيدوا ولكن هو يومياتنا مظبوط بحب اطلع منهم بس بس انت برايك انت هو ما بيأسروا ما بيأسروا على موضوع تشكيل بتشوفه. الحكومه بتشوفهم بيرجعوا بيلتفوا عليها يعني قديش حكوا قديش ضحكوا قديش حكوا على نبيه بري اخر شيء اجى نبيه فهمت علي كيف؟ قديش حكي وعن فلان رح, رح يقدر نجيب مئات يشكل حكومه برايك من بعد ما يتكلف؟ كله وارد ما هيدا بالبلد انا بحكي لك لانه شوي عندي ذاكره شوي تاريخيه مم. يا ما في مشاكل تكون كبيره من منه ماشي ماشي ترجع بتشوف النصاري مثلا جمهورية. كنت عم بتسال كنت عم تسالني عن هيدا المشهد الانتخابي ايه؟ ما نحن شفنا شيء كان فظيع اكثر انتخاب السلمين فرنجيه انتخاب الرئيس فرنجيه تم بصوت واحد ما كنت تصير بلبنان بس انتخب وانتهى عهد الشبيب بصوت وبلش عهد جديد هاي هالمرحلة رح تكون هيك برأيك؟ عم لك هن 13 مش واحد ايه بس بس المشكلة ايه بس ليك, بس ليك الخطر وين في في ميزانية بالمجلس 65 63 بس ليك الخطر كمان م. انه بوقتها حتى التكتلات المسيحية كانت متنوعة طائفياً وهيدي ما موجودة يعني يبقوا المسيحيين عندهم كتلة وهي ما بدنا بدنا نعترف انه كانوا هني هوية واستحقوا الامتيازات اللي اخذوها لانه كانوا بوقت عندهم شيء بيشكل بي بي النفوذ طيب من 43 وقت اللي كانوا ويا كثير كان في الكتله الدستوريه والكتله الوطنيه طيب فيها كان من كل الطوائف ترجع مع الشبيه كان في من كل الطوائف بس انك انت يعني تتقوقع تتقوقع على على كتله وحده بتصير كل واحد يحمل بس مطالب طائفته أه؟ وبفوت بالتشنج مع الفريق الاخر بتروح على الحرب من هون انه هذه المناكفات اللي بيعملها احيانا جبران باسيل او غيره ما بتحل المشاكل البطرك عم بيذكر كل فتره واليوم او امبارح كان له حديث بعتقد اليوم أه ضروره انتخاب رئيس جمهوريه قبل بشهرين من موعد انتهاء ولايته أدمين لانتخاب رئيس جمهوريه صارت سابقا يعني مش انه ما شغله جديده واذا او قد ما بتطمن اللبنانيه قبل ايش ما بيكون احسن لانه عندك هلا اربع خمس شهور هي فيها تجذبات وخطره مم. بس انه كل هذا بليك ما انت مركب سيستم كله على التوافق مم. التوافق يعني افلاطون هلا مختلفين الشباب ببعضهم بس بس السيستم سيستم توافقي يا بدك تتفق على لا بدنا نعمل اي واقلية ونمشي فيها أه؟ يا بدك انت تحترم قواعد التوافق وتروح تمشي فيها طيب مين اللي بحدد هالقصص عم بتلمح لي وكانه عم بتلمح لي وكانه القرار مش بايد القوى السياسيه، القرار برا هني شو بيملوا على القوى السياسيه لا لا القوى السياسيه مع امتدادات لنا برا نحن نحن بلد لانه صغير ومركب مم. كل واحد هون له امتداد لبرا نعم ها؟ احيانا الخارج بيضغط على الداخل وبيمشي متل ما بده، واحيانا الداخل بيقدر يجر الخارج للمحل اللي هو بده اياه. من هون انا كلبناني يفترض فيني اني على الحل الداخلي، الحل اللبناني. بغض النظر انت مين في وراك. اذا كان في حدا بقول لك يا أخي احكي لنا معه خليه يساعدنا هلا وهيك كان يصير يعني نحن بانتظار اليوم تطورات اقليميه كرمال نقدر نعمل او داخليه انا عم براهن لا تعطي نعمل يا شباب نعمل تطورات داخليه ونوحد صفوفنا ونعمل إداء سليم وهذه التناقضات اللي موجوده بالخارج نجرها ونجيبها لعنا على القاعده اللي بنكون نحن اتفقنا عليها اليوم التاريخ سابق لكل التناقضات بين الاحزاب وكل المناكفات برايك اليوم بهالمرحله وصلوا لهيدا النضوج انه يقبلوا ويقعدوا مع بعض شو اللي بيمنع؟ ما بعدنا عم نحكي ما بعدك اول حلقه عم تقول لي القوات عم بيقولوا كثرتهم اكبر ولا العونيه كثرتهم اكبر بس انه بالاعلام عم بحكي بالاعلام بس انه انه بيتناكفوا مع بعضهم بالاعلام بس من ثاني مال امبارح كانوا عم بينسقوا القوات مع مع نبيه بري مشان اللجان طب... طب ما عم تنص أنتوا وياه مشان اللجنه نص أنتوا بشغله ثانيه يعني انه هن بيقولوا ما بدهم ينسقوا مع بكره خير بالاربع سنين اللي مرقوا ما كانوا عم ينسقوا كثير. م. طيب هلا كيف إجا شو اسمه كمان رئيس من عندهم؟ رئيس لجنه ال شو اسمه؟ ما بعرف اللجان مش معي هلا حاليا. في, في عدوان فيه. او شيء كان يعني طلع لنا طلع لنا عدوان مش مذكر مشان حتى ما يكون يعني إيه. طلع لنا حصه هالحصه بيقدروا ياخذوا لهم مش متفقين معنا بيه. ايه جربوا يطرحوا قبل مرشح بالهيئه او اخذ كمان يعني 33 ما اقدر مثلا كنت آه الفرق كثير كبير لانه كانوا مختلفين بس هلا باللجان اضطروا انه يتفاهموا هن مشان حتى يحلوها، انا برايي لا اللبنانيه والكتله النيابيه قادره انها تتفاهم مع بعضها وهيدي الحديه انا برايي ما بتوصل لمحل مم. اه وساعتها انت فيك تستدرج الخليل. ب لانه لا بدنا ناخذ نحن ب... ب... بعين الاعتبار انه هو مش بس صراع سياسي نعم. هو كمان عندك انت وضع اقتصادي اجتماعي خانق وبعدين انت في عندك مصير بلدك وشبابك اللي عم ب... عم بيهاجر وهيدي الهجره والتهجير يعني هيدي صارت سمه يعني طويلة عريضة ببلدنا لا. يعني بس للتذكير يعني أنا حمل كتاب هو طلع من زمان بس طلع مؤخرا تهجير الموارنة إلى الجزائر بالقرن التاسع عشر كان في مشروع لتهجير وممكن كان عم بيعملوه؟ الفرنساوية إيه ما في شيء مستبعد ولكل اللي عايشين على أساس إنه هيدي أم الحنون يعني كتاب يعني... عمله واحد فرنسي أنا أخذت كل الوثائق من واحد فرنسي عمل كتابه سوفون لي مارونيت بار لالجيري إي بور لالجيري انه هونيك كانوا الشباب محشورين بدهم مرتزقه يروحوا يقاتلوا عنهم لا ايون هون معترين الموارنة قاعدين هون كذا صعبوا لهم حياتهم الطائفيه مش انت هو. يقدروا ينقلوهم آه لهونيك كانوا شركاء هن وبعض رجال الدين وبعض الموارنة مش حتى يجيبوا البواخر ويقدروا الموارنة على الجزائر يعني هيدي تكررت بايام تانية وهلا انا برايي بعدها مستمره بس ولكن بشكل هجره طوعيه مم. انه انت كمان وقت شبابك باحلام يعني كمان حتى اللي كنت عم بتقلي عن عن البترك مع كل احترامي له، طيب وقت تجي انت عم تركز على التح الحياد والتدويل وكذا، انه انت برايك يعني امريكا ماشيه بهذا الموضوع؟ طيب أنا تعمل تدويل تعمل حياد، مش بدي دول كبرى هي مع بعضها؟ هلا هلا ما الوقت صار ولكن بس البترك اكيد عنده عنده معلومات من الفاتيكان، عنده معلومات من ان مش شاء الله يكون من متفق هو الفاتيكان والف... مش متفق مع الفاتيكان ان شاء الله يكون متفق هو الفاتيكان يعني هلا عم اقول لك كبيت لي اياها قبل ما قبل الفكرة ما يعني الفكرة الفكرة, <applause> الفكره اللي بدي اقولها انه ما فيك تعطي انت احلام مم. مش واقعيه لشبابنا وبعدين تقول ليش عم بيهاجروا لانه هذا شاب ذكي آه اخر شيء عم بيشوف انه حكي 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 وما في شيء، شو بدي اعمل انا بهالبلد ما في افق، بضب شنتي وبفل، يعني اخر شيء الموارنه بقضوها ما بين هجره وتهجير ما بضل في حدا بالبلد. على امل وصول لهيك نوع من النضوج اللي حضرتك كنت عم تتمنى انه نوصل له عند القيادة السياسية الحالية المحلل السياسي الأستاذ سركيس أبو زيد أهلا وسهلا فيك شكرا برنامج في الحكي السياسي لبنان مشاهدينا الكرام لهم يكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نلتقى بكرة إذا الله راد.